بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها ردود الأفعال عقب مراسم قرعة كأس العالم للأندية والمباراة المرتقبة، بداية المباريات في هذه البطولة، الأهلي في مواجهة الدحيل القطري في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية. أيضا كمان عندنا تفاصيل واستعدادات خاصة لمباراة الأهلي في الدوري العام غدا، مباراة مهمة جدا أمام فريق المقاولون العرب، في تفاصيل كتيرة وفي موضوعات مهمة، والنهاردة عندنا كواليس جديدة في عدد من الموضوعات. لكن نبدأ حلقتنا النهاردة بسؤال الحلقة اللي بالتأكيد بنطرحه على كل السادة المشاهدين والمتابعين، رأيكم في قرعة كأس العالم للأندية والمباريات التي أسفرت عنها هذه القرعة بالأمس، وبالطبع أهم شيء بالنسبة لنا مباراة الأهلي مع الدحيل في مستهل انطلاقة مباريات كأس العالم للأندية. شاركوا معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة نستعرض آراء الجماهير ومشاركتهم من خلال صفحات القناة، وإن شاء الله قد أكبر قدر ممكن من الآراء هنستعرضه في الفقرة الأخيرة. لكن سريعا نبدأ بأهم عناوين حلقة النهاردة. في ترند الأهلي، لجنة الانضباط تنفي معرفتها بأزمة الشناوي. كمان في ترند الأهلي، الأهلي يتوصل للاتفاق مع جيرالدو لفسخ التعاقد بالتراضي. وفي الترند العالمي، يد مصر تواجه الاتحاد الروسي في الدور الرئيسي. طبعا النهارده مباراه مهمه جدا لمنتخبنا الوطني لكره اليد، نتمنى التوفيق يا رب في مباراته امام الاتحاد الروسي الدور الرئيسي. المنتخب صاعد بنقطتين، فمحتاج بالتاكيد على الاقل مباراتين فوز خلال الثلاثه مباريات القادمه على الاقل لكي يتاهل لمرحله الكوارتر فاينل ومرحله الادوار النهائيه في كاس العالم للانديه لكاس العالم لكره اليد. كل التوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني لكره اليد النهارده. لكن مباريات اليوم النهارده في مجموعه من المباريات، نبدا بمباريات اليوم في الدوري المصري. منذ قليل انتهت مباراه وادي دجله والمصري، واللي حقق فيها المصري فوز كبير على وادي دجله بثلاثه اهداف مقابل هدف، انتصار جيد لفريق المصري على وادي دجله. لكن مباريات اليوم في كاس العالم لكره اليد للرجال، الاتحاد الروسي سيواجه منتخبنا الوطني الساعه 7 بتوقيت القاهره، ولا بديل عن الفوز في هذه المباراة وتحقيق انتصار لزيادة رصيد النقاط بالنسبة لمنتخبنا الوطني لكرة اليد. مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي، الساعة 8 مانشستر سيتي هيلعب مع أستون فيلا، والساعة 10 وربع فولهام هيلعب مع مانشستر يونايتد. مباريات اليوم أيضا في الدوري الأسباني في ثلاثة لقاءات، ختافي مع هويسكا الساعة 8، أيضا الساعة 8 ريال بيتيس هيلعب مع سيلتا فيجو، وفي الختام الساعة 10 ونص فيا ريال هيلعب مع غرناطة. في مباريات اليوم في الدوري الايطالي، في مباراه بتجرى او ساريه في هذا التوقيت، اودينيزي بيلعب مع اتلانتا، والنتيجه حتى الان التعادل الايجابي 1-1. وفي ختام مباريات اليوم في كاس السوبر الايطالي، اليوفي يوفنتوس هيلعب الساعه 10 مع نابولي. مباراه قويه ومثيره جدا، واكيد فيها تفاصيل كتير في هذه المباراه، نهائي او كاس السوبر الايطالي ما بين يوفنتوس ونابولي، بالتاكيد مباراه كبيره وبالتاكيد كلنا هنتابعها في ختام مباريات هذا اليوم. لكن أخرج في هذه اللحظات إلى فاصل، وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا وكواليس في فقرة ترند الترند، تابعونا. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. فقرة ترند الترند النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، بقالنا حوالي يومين ثلاثة الناس بتتكلم فيه، لكن النهارده هنتكلم فيه ولكن من منظور آخر، محدش فكر في الإطار ده ومحدش راح للجزئية دي، لأن حصلت مستجدات خلال الـ 24 ساعة الماضية أجبرت كل المتابعين إن لازم يدرس الموضوع ولكن بمنظور مختلف، ولكن هو منظور قانوني ولائحي. ليه بقول كده؟ لأن النهاردة وانتوا بتفتحوا صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا هتلاقي مثلا من خلال الحساب الرسمي للشروق على تويتر في تصريح لنائب رئيس لجنة الانضباط بيقول فيه أزمة إيقاف محمد الشناوي لم تعرض علينا من الأساس. وكشف في تصريحاته معالي المستشار مازن يحيى نائب رئيس لجنة الانضباط، قال فيها ودي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أشار إن أزمة محمد الشناوي مع الحكم محمد سلامة الذي أدار مباراة الأهلي والبنك الأهلي لم تعرض على اللجنة من الأساس. وطبعا كلنا عرفنا أن القرارات قد صدرت من إدارة المسابقات من خلال الإعلان الرسمي وقت إعلان القرار قبل 48 ساعة. طيب نروح لحاجة تانية، اليوم السابع وعلى ذمة الزملاء في اليوم السابع قالوا أن مسؤول اتحاد الكورة في تصريحات خاصة للزملاء في اليوم السابع، والكلام ده على ذمتهم موجود على الموقع عندهم، ان سبب عدم اشهار الحكم محمد سلامه ميدو الذي ادار مباراه الاهلي والبنك الاهلي في الدوري
سواء بطاقة صفراء أو بطاقة حمراء راجع لسببين. قال السبب الأول إن الحارس محمد الشناوي أمسك بيده لكنه لم يكن بدافع الاعتداء عليه. نركز في التفاصيل الصغيرة اللي في وسط الكلام، إنما لرغبته في التحدث مع الحكم بعدما أدار الحكم ظهره للحارس. ووقتها مسؤول اتحاد الكرة قالوا في سياق التصريحات إن حارس المرمى قال للحكم أنا بكلمك يا كابتن بص لي، فإحنا بنتكلم في إطار بعيد تماما عن فكرة السلوك الغير رياضي. نركز في العناوين الصغيرة اللي احنا بنقولها ما بين السطور، سواء في تصريح من خلال جريدة الشروق عبر تويتر الحساب الرسمي بتاعها، أو حتى على ذمة أو عهدة الزملاء في اليوم السابع، تصريحات من مسؤول اتحاد الكرة بخصوص الحكم كتب في تقريره إيه أو قال إيه في سياق العقوبة اللي صدرت بخصوص محمد الشناوي. إذن لجنة الانضباط قالت الأمر ما تعرضش عليا، واليوم السابع بتقول في التصريحات اللي نصبت ليه مسؤول اتحاد الكرة إن التصرف لم يكن تصرف غير رياضي أو سلوك غير رياضي، لا هو كان بيقول له يا كابتن أنا بكلمك بص لي، فبالتالي باعترافهم إن ما كانش فيه أي سلوك غير رياضي. وتابع مسؤول الجبلية في تصريحاتهم إن السبب الثاني وفقا لأقوال الحكم إنه ما ادالوش إنذار أو كارت أحمر، الأجواء كانت مشحونة بعد المباراة وانتهى بالتعادل السلبي، لذلك فضل الخروج لبر الأمان ثم كتابة الواقع في تقريره للجنة الحكام. يعني هنا اعتراف طبعا ضمني واعتراف ظاهر، واحنا شفنا ده طبعا صوت وصوره ان ما كانش فيه اي قرار من الحكم اداري سواء بعد الصافره في الملعب او حتى اثناء الدخول الى غرف خلع الملابس. ليه انا بقول الكلام ده بقى؟ عشان نروح لجزئيه مهمه جدا وهي تتعلق بتضارب الاختصاصات في لوائح الاتحاد المصري لكره القدم. هذه الواقعه هل تنسب للائحه المسابقات أو إدارة المسابقات ولا تنسب إلى لجنة الانضباط؟ القرار اللي صادر من إدارة المسابقات، أيا كانت بقى الإدارة مين اللي ماسكها أو مين المسؤول عنها أو مين اللي اتخذ القرار، دي جزئية تانية والناس بقى لها 3 أيام بتتكلم فيها ومحدش عنده إجابة. لكن أنا هتكلم بقى على الجزء القانوني واللائحي، لأن ما بين قوسين كده نقدر نقول هذا القرار باطل ولا يجوز تنفيذه للأسباب الآتية. هنعرض مع بعض لائحة لجنة الانضباط على الهواء مباشرة، واللي بتقول نصا جزء مهم جدا ان كل من يدير المباراة في هذا الشأن، مباراة كرة القدم او يساعد في ادارتها، اداري المباراة هم طاقم الحكام والمراقب الاداري ومقيم الحكام اللي هو مرافق الحكام. هنا في وصف لجنة الانضباط بتقول ان اداري المباراة هم طاقم الحكام والمراقب الاداري و مراقب الحكام. طب نروح للي بعدها، عناصر اللعبة حسب ما وصفته لائحة الانضباط هم اللاعبون والمدربون والاداريون والاجهزة الفنية بما في ذلك الاجهزة الطبية والحكام ومقيم الحكام ومراقب المباراة والاعضاء المقيدون في مسابقات الاتحاد. يعني احنا بنتكلم هنا في وصف معين، مين هم اداري المباراة اللي هو احد ابرزهم بالتاكيد الحكم، ومين هم عناصر اللعبة اللي هم اللاعبين. طب نروح للي بعدها وهو أمر متعلق بقى بالمادة 23 في مخالفات وعقوبات عناصر اللعبة. إذا صدر من عناصر اللعبة بقى اللي هو من ضمنهم اللاعبين سلوك رياضي مشين اللي هو السلوك الغير رياضي، أو تصرف غير لائق، أو لا يتحلى بالروح الرياضية، أو يثير الجمهور، أو يحارض الآخرين على التمييز، و و و و يعني بيتكلم على سلوك غير رياضي، ده في المادة 23. يبقى ده اختصاص مين؟ اختصاص لائحة الانضباط ولجنة الانضباط، لأن القرار لما طلع من إدارة المسابقات السلوك غير رياضي طبقا لتقرير الحكم. طيب نشوف الورقة اللي بعدها وهي متعلقة بالقرارات اللي ممكن تاخدها لجنة الانضباط طبقا للائحة. يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: الإيقاف، الغرامة المالية بحد أدنى 50,000 جنيه بالإضافة إلى قيمة الأضرار إن وجدت، الشطب، تغريمة قيمة ما تم إتلافه. وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات. يعني مثلا ده أول موقف مثلا لمحمد الشناوي، ممكن تكتفي بالغرامة، عايزة تاخد قرار غرامة وإيقاف ممكن تكتفي بالإيقاف مباراة واحدة اتنين. فالقصة واضحة بالنسبة للناس من خلال الكلام اللي مكتوب. طيب فكرة التسلسل اللي موجود في العقوبات يعني إيه؟ يعني أنا ممكن أخد إيقاف، ممكن أدي غرامة، ممكن أشطب، ممكن أعمل. فبالتالي هنا في مساحة للجنة الانضباط إن هي تاخد القرار طبقا للائحة. يعني لو كانت العقوبة دي راحت للجنة الانضباط كان ممكن تكتفي بغرامة 50,000 جنيه، كان ممكن تكتفي بإيقاف، والإيقاف هنا مش متحدد عدد المباريات، إيقاف مباراة واحدة لأن ده أول مرة يصدر من محمد الشناوي أو لعيب دولي أو 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 تقدر توصفها كلجنة انضباط زي ما أنت عايز طبقا للائحة الواردة قدامك. طيب نروح للمادة 6 من اختصاصات اللجنة بتقول إيه بقى؟
بص ركزوا بقى في الجزء اللي جاي ده، تطبيق القواعد الانضباطية على المسؤولين وعناصر اللعبة والأندية، إجراء التحقيق الأولي والوقوف على وجهات نظر المعنيين بالإجراءات الانضباطية وأطراف النزاع في حالة الشكوى أو ما تراه اللجنة مخالفاً للإجراءات للقيم والمخالفات الرياضية، وذلك بإشراف توجيه من رئيسها أو إيه كل التفاصيل اللي مكتوبة قدامنا، ويجوز للجنة الاستعانة بآراء فيما يساعدها على اتخاذ قراراتها في هذا الشأن، ومتوضح بالضبط كل هذه الجزئية. في آخر سطر نركز مع بعض، مراقبة المخالفات، بصوا بقى في اختصاص لجنة الانضباط، مراقبة المخالفات التي لم ينتهي إليها أو التي لم ينتبه، التي لم، بصوا نركز في تفاصيل الكلام، التي لم ينتبه إليها إداريو المباراة وإصدار القرارات المناسبة في شأنها. يعني إيه؟ السطر ده بيقول إيه؟ حكم المباراة لو لم يتخذ قرار قبل أو أثناء أو بعد المباراة ولم ينتبه لاتخاذ القرار، مراقبة المخالفة دي تخضع للجنة الانضباط. يعني الحكم لو ما اتخذش قرار بعد المباراة في شأن محمد الشناوي، هنا مراقبة المخالفة خلاص يخضع للجنة الانضباط. يعني الحكم لو كتب تقرير، التقرير يروح للجنة الانضباط مش لإدارة المسابقات. بيقول لك مراقبة المخالفة التي لم ينتبه إليها إداري المباراة ما بين قوسين الحكام، بتخضع هنا هذه الواقع للجنة الانضباط مش إداري المسابقات. طب نروح للورقة الأخيرة اللي جاية معانا، وهي تتعلق بقى بلائحة العقوبات اللي بتخضع من خلالها إدارة المسابقات أو لجنة المسابقات اللي بتدي من خلالها القرارات. نركز مع بعض في البند رقم 3، سلوك غير رياضي تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة، 4 مباريات و20,000 جنيه. هنا احنا قدامنا حاجة من الاتنين كده، احنا استعرضنا خلاص لائحة العقوبات المتعلقة بالاتحاد المصري من خلال إدارة المسابقات، واستعرضنا لأول مرة لائحة الانضباط النسخة الأوريجينال، على فكرة النسخة الأساسية بنعرضها على شاشة قناة النادي الأهلي. طيب هنا في حاجة من الاتنين، أولا لائحة المسابقات أو لائحة العقوبات لإدارة المسابقات بتقول سلوك غير رياضي، ولائحة الانضباط بتقول سلوك غير رياضي. أولا ده تضارب اختصاصات، يعني ألف بيه كده وإحنا بنتكلم في الموضوع، ده تضارب اختصاصات. إزاي لائحة المسابقات بتقول سلوك غير رياضي وإزاي لائحة الانضباط بتقول سلوك غير رياضي؟ مين هنا اللي بيختص باتخاذ القرار أو إجراء هذا الموضوع؟ هنا في تضارب في الاختصاصات ما بين لجنة الانضباط وإدارة المسابقات. في لوائح الفيفا لما بيكون الأمر متعلق بسلوك غير رياضي، الأمر هنا بيخضع للوائح لجنة الانضباط. تمام؟ يبقى الأمر لما بيخضع لسلوك غير رياضي بيخضع هنا لقرار انضباطي من لجنة الانضباط. هنا في تضارب اختصاصات واضح جدا، وعرضته لكم صوت وصورة على الشاشة ما بين لوائح الانضباط ولوائح المسابقات. يبقى احنا عندنا حاجة من الاتنين، أول حاجة قلتها هنا في تضارب اختصاصات ما بين لائحة المسابقات أو لائحة العقوبات اللي على أساسها بتتخذها لجنة المسابقات أو الإدارة كعقوبات، ولائحة الانضباط اللي لجنة الانضباط من خلالها بتاخد فيها قرارات. طب الحاجة التانية، ولائحة الانضباط بتأكدها، لو الحكم ما خدش قرار المفروض هنا العقوبة بتكون من شأن مين؟ من شأن لجنة الانضباط. إذن القرار اللي صدر من إدارة المسابقات قرار باطل ولا يجوز قانونا بأي حال من الأحوال. مش إيقاف 4 ماتشات ولا ماتشين ولا العقوبة تقل، ده القرار يتلغي من أساسه، لأن القرار صدر من جهة ليست ذو صفة ولا مختصة بهذا الأمر. طالما الحكم ما اتخذش قرار ولم ينتبه لاتخاذ قرار، هذه القضية تخضع للجنة الانضباط. لو راحت لجنة الانضباط ممكن تكتفي بغرامة 50,000 جنيه والإيقاف مباراة 2 على حسب، بس لائحة المسابقات لائحة قوية، فراح للائحة القوية ادى 4 ماتشات وغرامة 20,000 جنيه. فزي ما شرحتها لكم من خلال هذه المستندات الرسمية بعد الأخبار اللي طلعت النهاردة، وفي تصريح لحكم المباراة على يلا كورة منسوب لي على يلا كورة، اتكلم على واقعة الجون بتاع أيمن أشرف لكنه لم يتحدث عن التقرير الذي كتبه. وفي التقرير السلوك الغير رياضي، او بمعنى ادق يعني زي ما اتكتب في الخبر على عهدة الزملاء في يلا كورة، رفض ان هو يتحدث عن التقرير وما كتبوا في التقرير بخصوص واقعة محمد الشناوي. في اليوم السابع مكتوب مسؤولين في اتحاد الكرة قالوا ان الحكم كتب في تقريره سلوك غير رياضي، فلو سلوك غير رياضي هنا العقوبة تكون من لجنة الانضباط مش إدارة المسابقات. ولجنة الانضباط من خلال لائحتها بتقول لو الحكم
لم يتخذ قرار ولم ينتبه لاتخاذ قرار بعد المباراة، هنا القضية بتحال لجنة الانضباط. ولما تحال لجنة الانضباط بيكون القرار ممكن غرامة بس، ممكن إيقاف مباراة واحدة، لأن الإيقاف هنا محدد حسب ما تقول ليها لجنة الانضباط. وبالمناسبة دي أول وقعة زي اللاعب اللي بياخد إنذار أو إنذار تاني بيتوقف ماتش، لما بيطرد بيتوقف ماتشين، لما بتتكرر بتتضاعف العقوبة. فأول مرة بالنسبة للشناوي كان ممكن تبقى العقوبة 50,000 جنيه وتكتفي، لكن هنا أنت خدت اختصاص للانضباط واديته للمسابقات، وبالتالي قرار صادر من لجنة المسابقات أو إدارة المسابقات قرار باطل وغير قانوني نصا وقولا واحدا وبالنص من خلال ما عرضته لحضراتكم من خلال اللوائح الرسمية. تضارب اختصاصات كبير جدا في اللوائح داخل الاتحاد المصري لكرة القدم ما بين المسابقات ما بين الانضباط، وللأسف حتى هذه اللحظة محدش عارف القرار على أي أساس تم اتخاذه. ولو بتقرير الحكم، الحكم ذكر سلوك غير رياضي، السلوك الغير رياضي يخضع للجنة الانضباط ولا يجوز أن يدرس أو يتناقش أو حتى اتخاذ قرار من إدارة المسابقات. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات الترند، وعندنا كلام مهم جدا عن استعدادات الأهلي لمباراة المقاولين وما هي الخطوات القادمة في المباريات المحلية والاستعداد لكأس العالم للأندية. اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا في هذه اللحظات الفريق يستعد لمباراه المقاولين العرب النهارده. التدريب الاساسي والرئيسي داخل الفريق طبعا معسكر مغلق، عندنا مباراه مهمه جدا مع المقاولين العرب، مباراه ضمن مباريات الدوري وفي اطار طبعا بالتاكيد اخر المباريات قبل السفر الى كاس العالم للانديه. لذلك اذهب مباشره الى ملعب مختار التتش بالجزيره مع الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي اللي حاضر التدريب ومتابع لكل اخبار التدريب هذا المساء. مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك يا زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طيب طمني بقى على الاخبار وعلى التدريب واخر الاجواء عندك في ملعب التتش قبل الدخول في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمواجهه المقاولين العرب غدا باذن الله. طبعا الاهلي بيستعد لمواجهه قويه جدا في الدوري الممتاز، هتكون بكره باذن الله في الخميس على استاد الاهلي والسلام مع فريق كبير هو فريق المقاولين العرب، يا رب باذن الله يكون الفوز بكره من نصيب النادي الاهلي. تمرين النهارده الساعه 3 عصرا بحضور الاسطوره رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب، ويمكن شاهد المران من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. المران النهارده كان مغلق لكل اعضاء النادي الاهلي عشان التكتيك الخاص بالمباراه، ولكن مستر موسيماني النهارده امبارح كان الحمل التمرين كان عالي جدا، فالنهارده فضل راحه اللاعبين خوفا على اصابتهم، والنهارده التمرين كان خفيف خالص، يمكن كان معظمه طايره والتكتيك بس الخاص اللي هيكون موجود في مباراه بكره. يمكن النهارده كان في محاضره فيديو استمرت حوالي نص ساعه قبل بدايه المران، يمكن المران بدا في الثالثه والنصف، كان محاضره فيديو عشان خاطر فريق النادي الاهلي يشاهدوا فريق المقاولين العرب ويتعرفوا على نقاط القوه والضعف في فريق المقاولين العرب. مستر موسيماني قبل اي مباراه لازم يكون في محاضره فيديو يتكلم فيها مع اللاعبين، يشرح فيها خطه اللعب اللي هتكون بكره امام فريق المقاولين العرب. النهارده كان في جلسه ما بين موسيماني ومحمد الشناوي طبعا حارس مرمى النادي الاهلي، جلسه طويله استمرت حوالي 10 دقائق. يمكن ايضا جلسه بين كابتن خطيب طبعا ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، ويمكن مستر موسيماني كان حريص برده يتكلم مع كابتن خطيب حوالي 3-4 دقائق. المسحه الخاصه بفريق النادي الاهلي ظهرت الكل سلبيه باستثناء مسحه اللاعب اكرم توفيق اللي ما شاركش النهارده في المران، ولكن لدقه المسحه بكره او النهارده يعاد لاجراء المسحه مره اخرى، وهتكون نتيجه بكره باذن الله. فبالتالي اكرم بنسبه كبيره جدا خارج مباراه بكره، لان طبعا النهارده اكرم ما اتمرنش حرصا على سلامه باقي اللاعبين. بطمنك وبطمن كل المشاهدين بكره باذن الله المسحه تكون سلميه، ولكن النادي الاهلي على طول الاداره اللي عنده الاداره الاداريه او الكابتن صالح حفيظ طبعا مدير الكره وباقي الاداره الاداريه يعني طبعا على طول فضلوا استبعاد اللاعب خوفا على سلامه اللاعبين. بكره باذن الله نطمن كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. يمكن دي كانت ابرز ما جاء النهارده في مران النادي الاهلي. الاهلي بيستعد لمحاضره ملعب التتش، يمكن في باصين، باص للجهاز وباص للاعبين طبعا طبقا للاجراءات الاحترازيه الخاصه بكورونا. طبعا هيتجه الى احد الفنادق الموجوده في التجمع الخامس ليله مباراه الاهلي والمقاولون العرب. طيب شريف اخر حاجه وسريعا، قفشه النهارده انتظم في المران الجماعي ولا الجهاز الفني يعني ممكن يكون رايحه من التمرين النهارده؟ عايز اطمن منك لان امبارح كان خرج بسبب كدمه، فالجمهور عايز يطمن على حاله قفشه في المباراه ان شاء الله ممكن يكون موجود ولا النهارده التمرين كان ايه ظروفه؟ بطمنك وبطمن كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، قفشه شارك في المران من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، وقفشه بيعلن جاهزيته بقوه لمباراه المقاولون العرب.
الدنيا زي الفل باذن الله، ما فيش مشاكل خالص. بكره باذن الله، باذن الله قفشه موجود باذن الله، وهيكون له دور كبير باذن الله في مباراه الاهلي ومقاولين العرب. زميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي كان حاضرا لتدريب اليوم في ملعب مختار التتش بجزيره، واطلعنا على كل المستجدات واخر الاخبار استعدادا لمواجهه المقاولين في الدوري غدا. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب، بيتسا موسيماني المدير الفني الجنوب افريقي للنادي الاهلي اعلن قائمه الفريق اللي هتواجه المقاولين العرب غدا ان شاء الله ضمن مباريات الدوري العام. 21 لاعب هم قوام القائمة التي أعلنها بيتسو موسيماني. في حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، في خط الدفاع أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بنون، سعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني. خط الوسط حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السلية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، وطاهر محمد طاهر. وفي خط الهجوم عودة من جديد لمروان محسن وصلاح محسن، وبالإضافة إلى محمد شريف وولتر بواليا. دي قائمة فريق النادي الأهلي اللي بالتأكيد هتستعد لمباراة المقاولين. نتمنى التوفيق يا رب للجهاز الفني واللاعبين لتعويض التعادل أمام البنك الأهلي وتحقيق الفوز على المقاولون العرب. لكن كأس العالم للأندية ومشاركة إن شاء الله تكون طيبة لبعثة فريق النادي الأهلي ولفريق النادي الأهلي في أولى المباريات أمام فريق الدحيل القطري. لذلك أنا أذهب مباشرة من خلال هذه الفقرة، فقرة ترند أونلاين عبر السكايب، إلى قطر مع الزميل العزيز محمد الجزار الناقد الرياضي، وبالتأكيد من أكثر المتابعين للتحضيرات والتجهيزات بالنسبة للجنة المنظمة المحلية والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاستقبال الوفود والبعثات الرسمية خلال الساعات القادمة مع انطلاق كأس العالم للأندية، ومشاركة بإذن الله تكون المشاركة التاريخية رقم 6 للنادي الأهلي في هذه البطولة الكبيرة. أستاذ محمد الجزار أهلا بحضرتك، وده أول ظهور ليك معنا على شاشة قناة الأهلي. اهلا بيك محمد صديقي العزيز، بمسي عليك وعلى كل مشاهدين النادي الاهلي في الوطن العربي وفي الخليج وفي مصر وفي كل انحاء العالم. طبعا سعيد جدا ان انا اكون على شاشه البيت الكبير قناه النادي الاهلي واطل الاطلاله ديت اللي بفتخر جدا ان انا اكون فيها، وباذن الله اكون ضيف خفيف على الساده المشاهدين ان شاء الله. وجودك يشرفنا انك احد الاعلاميين المتميزين واللي عامل صوره طيبه للمصريين في الخليج، وعايز كمان ابارك لك ان شاء الله انت كمان داخل في مشروع التعليق وباذن الله تكون معلق متميز خلال الفتره القادمه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، ويكون لنا كمان الشرف نعلق في قناه النادي الاهلي في يوم ما باذن الله. اكيد باذن الله تنورنا. طيب عايز اسالك بقى على مباراه الاهلي والدحيل بعد مراسم القرعه بالامس، ردود الافعال، ابرز التصريحات فريق الدحيل القطري، ايضا كمان عايز اتكلم عن تاريخه وابرز لاعبيه مديره الفني وردود افعالهم ايضا لما عرفوا ان المواجهه الاولى ليهم هتكون مع النادي الاهلي. يمكن الحقيقه بعد مراسم اجراء القرعه بعض الناس انقسمت ما بين سعيد ان يكون في مواجهه عربيه وبالذات مواجهه مصريه قطريه، خاصه بعد الاجواء الجميله اللي في الفتره الاخيره مع اعلان المصالحه الخليجيه وعوده العلاقات الدبلوماسيه ما بين مصر وقطر. فبالتاكيد دايما الرياضه بتكون فرصه لاظهار المحبه والموده بين الشعوب وبين الدول. لكن على الجانب الاخر الحقيقه بعض محبي نادي الدحيل او بعض الموجودين في الشارع الرياضي او الاعلاميين في قطر شعروا طبعا بالصدمه لمواجهه النادي الاهلي، لان الحقيقه الاهلي محمد بيعيش فتره او بيعيش حاله من افضل فتراته خلال السنين الاخيره. بدا الاهلي يرجع مره ثانيه يتبوأ المكانه التي يستحقها والتي تليق بالنادي الاهلي وجماهيره، لدرجه ان اشهر الاعلاميين هنا في قطر خالد جاسم وهو مقدم برنامج المجلس وهو ايضا من المقدمين المشهورين جدا على مستوى منطقه الخليج، قال بصريح العباره كده القرعه ظلمت الدحيل، ان الدحيل يواجه الاهلي وحتى لو قدر ان هو يتخطى الاهلي بطل افريقيا وصاحب الشعبيه واللي هيكون ليه مسانده ودعم كبير جدا من المصريين المقيمين هنا في الدوحه، حتى لو اتخطى العقبه دي هيواجه فريق بايرن ميونخ بطل اوروبا. فبالتالي الحقيقه اي فريق هيعرف ان هو هيكون في مواجهه النادي الاهلي المساله بتكون بالنسبه له صعبه، لان زي ما قلت لك النادي الاهلي بيعيش فتره جيده مع مدرب يعرف جيدا كيف يجمع بين الكره الجميله وبين ايضا تحقيق الانتصارات وتحقيق البطولات، وهو السير موسيماني اللي بنتفائل بيه خير ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه يستمر في حصد المزيد من الالقاب والبطولات للنادي الاهلي، اللي عايز اقول لك ان شعبيته كبيره جدا هنا في قطر، وان شاء الله باذن الله الكل هيتفرج وهيشوف وهيتفاجئ بحجم الاستقبال لو مرت او لو صارت الامور بنصابها الصحيح ان شاء الله وفي اطارها الصحيح، لان طبعا زي ما انت عارف ظروف الاجراءات
الاحترازيه ومساله كورونا، لكن ان شاء الله من خلال التنسيق مع الجهات الصحيه ووزاره الصحه العامه هنا وايضا اللجنه العليا للمشاريع والارث المسؤوله عن تنظيم بطوله كاس العالم قطر 2022، من خلال التنسيق مع كل الجهات دي ان شاء الله المجهود اللي بيعمله المصريين هنا وخصوصا رابطه النادي الاهلي في الدوحه تسير الامور ان شاء الله بالشكل المطلوب. عايز اكلمك زي ما قلت لك الكل هيتفاجئ باستقبال رائع للنادي الاهلي ان شاء الله. وفي رابطه هتعمل شغل كبير اكيد للاهلاويه هناك باذن الله مع الفريق. عايز اتكلم على فريق دحيل، ابرز لاعبيه مديره الفني ابرز نجومه، كمان سمعت ان في ابرز اللاعبين مهدي بن عطيه ممكن ينتقل قبل كاس العالم للانديه ويروح يعود تاني للدوري الايطالي، يعني تفاصيل اكتر عن فريق دحيل هيواجه الاهلي ان شاء الله يوم 4 فبراير القادم. خليني اقول لك على عكس النادي الاهلي محمد، الدحيل ليس لا يعيش افضل مواسمه او لا يعيش افضل حالاته منذ الموسم الماضي بالتحديد بعد او منذ رحيل المدرب الجزائري جمال بالماضي اللي كان عامل مسيره استثنائيه جدا مع نادي الدحيل. مر الفريق بظروف صعبه بعد تولي المدرب التونسي نبيل معلول، ثم جاءوا بمساعد المدرب جوزيه مورينيو ورحل المدرب البرتغالي، وجاء بعد ذلك المدرب نادي الرجاء المغربي اللي يمكن ايضا لم يحقق النجاحات المطلوبه، ولكن في النهايه تم الاستقرار على وجود المدرب الفرنسي صبري لاموشي، وده كان مدرب نادي الجيش القطري السابق، ويمكن الجيش اندمج مع نادي لاخويا واصبحوا تحت مسمى الدحيل. منذ السنوات دي او خلال السنتين دول الدحيل بيخرج مبكرا من بطوله دوري ابطال اسيا، ويمكن السنه دي خرج من مرحله دوري المجموعات. تغييرات كتير جدا على مستوى اللعيبه المواطنين واللعيبه المحترفين. عايز اقول لك ان قبل ايام قليله فقط جه محترف جديد من الدوري الياباني، ايلونجا هداف الدوري الياباني الكيلو. مقدم نعم مقدم من نادي كاشيوا ريسول، وهو من المهاجمين الكويسين، لكن حتى الان ما دخلش في الاجواء مع الفريق. حتى البرازيلي دودو اللي جه من بالميراس البرازيلي وهو من المهاجمين المميزين جدا خد فتره، لدرجه ان بعض الناس قالت ده صفقه مضروبه ومش هيفيد الدحيل. فبالتالي ايلونجا محتاج وقت، وده ممكن يكون في مصلحه النادي الاهلي ان اللاعب شارك في مباراه السد وما ظهرش او ما خدش الوقت الكافي في التدريب حكي. نفس الشيء ايضا في المباراه الاخيره قدام نادي قطر. عايز اقول لك كمان ان الاهلي هو اللي هيجهز الدحيل لمواجهه الاهلي، وهو الاهلي القطري عميد الانديه، هتكون في مباراه ان شاء الله في كاس الامير يوم 25 يناير، دي اخر مباراه في بطوله كاس الامير، لان في توقف في الدوري بعد مباراه قطر والدحيل بالامس، خلاص الدوري هيقف، الدحيل ما يلعبش ماتشات تاني غير مباراه كاس الامير يوم 25 طبعا. بعدها هيدخل الفريق في معسكر مغلق، مفيش اصابات موجوده، الفريق جاب لعيبه جديده حتى مواطنين قطريين، علي ملالا من الوكره طبعا. صلاح زكريا حارس برضو لان كان عنده مشكله في الحراسه. هو بشكل عام في المجمل فريق قوي. اكيد محمد انا بشكرك بجد على كل هذه المعلومات، لكن للاسف طبعا لضيق الوقت كنت لسه هسألك على أمور كثيرة، لكن لسه عندنا وقت إن شاء الله لغاية بطولة كأس العالم هنستعرض ونتكلم في موضوعات كثيرة خلال الفترة القادمة. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ محمد على كل هذه المعلومات وكل هذه الأخبار قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، واخر فقره من فقرات برنامج الترند. وقتنا معاكم بيجري بسرعه، لكن قدر الامكان بنحاول نستعرض اكبر قدر من فقرات البرنامج. لكن نروح بسرعه بقى لمشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، رايكم في قرعه كاس العالم للانديه. محمد هاني بيقول بطوله صعبه والقرعه صعبه لكن الاهلي قدها، قول يا رب. معز حمدي الازهري بيقول صعبه شويه لكن الاهلي زي ما هو معودنا قادر على تحقيق نتيجه جيده في كاس العالم للانديه، بالتوفيق ان شاء الله. طيب كمان في اراء اخرى، محمود دجابر بيقول صعبه بس ان شاء الله النادي الاهلي قدها. عبد الرحمن صلاح بيقول صعبه بس الاهلي يقدر ان شاء الله. كمان عدد من الاراء ووجهات النظر، رابح قال بيقول صعبه بس ان شاء الله النادي الاهلي قدها. مصطفى كرم بيقول صعبه بس النادي الاهلي يقدر يفوز على الدحيل القطري في اول مباراه ان شاء الله. الناس عندها تفاؤل كبير باذن الله في هذه البطوله. مصطفى محمود بيقول قرعه صعبه لكن ان شاء الله الاهلي قدها وقدود. محمد طلبه بيقول صعبه جدا. طيب اخر اراء معانا بالنسبه لمشاركه الجماهير، عبد الله نشأت بيقول صعب على الاهلي بس الاهلي فوق الجميع، الاهلي قادر. محمود صبحي بيقول الاهلي قادر ان شاء الله على تحقيق اللقب، ثقتنا في الاهلي ملهاش حدود. طيب دي كانت مجموعه من اراء ومشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه، رايهم في قرعه كاس العالم للانديه.
الاراء كلها رايحه في اطار ايجابي، وفي نفس الوقت الناس عارفه ان المباريات صعبه والبطوله صعبه والبدايه قويه، لكن في نفس الوقت الناس عندها الثقه ان الفريق يقدر يعمل نتيجه جيده باذن الله في هذه البطوله. بشكل عام مشاركتك في محفل دولي زي ده حاجه كبيره جدا، والبدايه قمه عربيه بنكهه عالميه بين الاهلي والدحيل، ثم بعد ذلك هتلعب ان شاء الله باذن الله يعني المرحله اللي بعدها بايرن ميونخ. كل دي امور تدعوك للتفاؤل في هذه البطوله، انك تقدم افضل ما لديك وتعمل افضل ما لديك في هذه البطوله وتقدم مباريات جيده، لكن في النهايه التوفيق باذن الله ان شاء الله يكون حليفك في هذه البطوله. وجودك في هذا المحفل الدولي والمحفل العالمي حاجه كبيره جدا، وجمهور النادي الاهلي اكيد سعيد بهذه الخطوات. مشاركه كمان برقم قياسي، 6 أرقام قياسية من خلال مشاركه في كاس العالم للانديه، وتقدر كمان تكسر الرقم القياسي في عدد المباريات في كاس العالم للانديه، رقم اوكلاند سيتي اللي انسحب ومش هيكون موجود في هذه البطوله. تلعب مباراتين على 12 مباراه، تبقى 14 مباراه في بطولة دولية تحت إشراف الاتحاد الدولي فيفا. بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.